هل الدجال بيعرف الغيب؟ بيزعم بعض الناس قدرتهم على معرفة الغيب وتنبؤ بالمستقبل، وكتير من المسلمين بيقعوا فريسة الأوهام والخرافات نتيجة ادعاء البعض معرفة المستقبل أو الماضي. علماء الإسلام أكدوا أن ادعاء علم الغيب وخداع الإنسان بمعرفة أسراره وخصوصياته أو التنبؤ بالمستقبل سلوك بيخرج بفاعله وكل من يؤمن به عن دائرة الإيمان. والإسلام أدان سلوك الكاهن المدعي لمعرفة الغيب والمنجم اللي بيخدع الناس بسلوكيات ومفاهيم وتصرفات لا يقرها الدين ولا العقل. ولذلك حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستعانة بالكهان أو التردد على من يدعون علم الغيب، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تأتوا الكهان. وروت لنا السيدة عائشة رضي الله عنها في حديث صحيح رواه البخاري ومسلم أن ناسا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا. رد الرسول وقال: تلك الكلمة من الحق، يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. ومعنى ليسوا بشيء هو أن ليس قولهم بشيء يعتمد عليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن أو الأجر أو المكافأة، وشبه هنا بالشيء الحلو لأنه أخده سهل بلا مشقة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ولذلك قال العلماء بعدم جواز تقديم شيء لهم مقابل تكهنهم، ولا يجوز لهم أخذه لأنه مال محرم وأجر على عمل محظور وضار. ويحذر الإسلام تحذير شديد من التعامل مع الدجالين والنصابين الذين يدعون علم الغيب. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: من أتى كاهنا فصدقه بما يقوله، أو أتى امرأة حائضا، أو أتى امرأة في دبرها، فقد برئ بما أنزل على محمد. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي حديث ثالث: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وهي القصارى الأكبر. وإذا كان هذا شأن الدجالين ومن يزعمون علم الغيب، فما بالنا بأمر الدجالين أنفسهم؟ وإيه موقفهم من الإسلام؟ وإيه موقف الإسلام منهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يجيب عن كل هذه التساؤلات ويقول: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال في حديث آخر: لن ينال درجات العلا من تكهن أو استسقم أو رجع من سفره تطيرا. والتطير هنا يعني تشاؤم، وهو شيء ناتج عن عدم منطق زي متشائمين من بعض الأرقام أو الأيام. وأخيرا، هل الجن يعلم الغيب؟ زي ما ذكرنا أكثر من مرة أن الجن لا يعلمون الغيب، ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فقد كانت الجن تدعي علم الغيب، فلما مات سليمان عليه السلام خاف موت عليه. قال تعالى: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، وتبين أمرهم للناس أنهم كانوا كذبين. وما يقوم به السحرة من أعمال السحر وتسخير الجن في أعمال الشر هو بقضاء الله، تأكيدا لقول الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالسحرة لا تستطيع إضرار أحدا إلا من قضى عليه الله أن يضر. وده دليل على عدم قدرة الجن على فعل كل شيء، فلا يستطيعون نفع أحدا إلا فيما قدره الله. أتمنى تكونوا استفدتم.